catatan tidak tak harus huna anta yang ulubi paru awal dihada sense menai kun dain ia khusus sebab in kuli roh riadiyah wahuna nustadib العدنا العدا الذي احتل المرتبة الأولى براعين مو 2012 2011 2012 2013 باسم مولدي الفائز بالمرتبة الأولى في سباق البراعين 2011 2012 2013 الاسم ديالك محمد أمبي محمد كيف رجعت السباق كيف احتليت أنت المرتبة الأولى؟ جميل عاود السميه ديالك عاود السميه ديالك عاود السميه الله يجزيك بخير اودي محمد امبيض شحال في العمر ديالك العمر ديالك عندي 12 كيفاش كان السباق السباق اللي جريتيه كيفاش كان الارض وداكشي بجاتك كيفاش جاتك هاد المسابقه التنظيم كان جميل شكرا للعداء المرتبه الاولى المرتبه حبينا المرتبه الثانيه كنتمنى كلكم كتنتميو لنادي اشبال العرعيش الاسم نادي الشرق نادي الشرق كيفاش جاتك السباق كيفاش جاك السباق كيفاش كنت واش كنت حضرت له قبل واش غي كانت فكره نزلت ولا شنو سهل جدا كيفاش تفوق عليك المنافس كلمة في حق الأستاذ ديالكم شكرا بزاف واش من نادي كتنتموا ليه نتوما؟ نادي أشبال العرائش وهنا أحيي نادي أشبال العرائش الذي سيكون صاعد إن شاء الله واعد لسيخرج أبطال بمدينة العرائش ونحيي مسيرة هنا السباق على مشارفه كنتمنى كنتمنى تكون الدورة الثانية والثالثة ذكر الفئة اللي كانت زيادة الفئة براعين مواليد 2009 2010 كنتمنى يلتحق بنا السي العسري مغيطني السيدة الكاتبة ديال الجمعية الدائرية